السلام عليكم. بكلمات مؤثرة كتبها أستاذ جزائري بعد وفاة تلميذته الصغيرة اسمها ماريا، متأثرة بمرضها والتي اجتازت امتحان شهادة التعليم المتوسط. كتب الأستاذ قائلا: بكلمات كلها أمل وحيوية، رغم مرضها اجتازت التلميذة ماريا امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024، وقالت لي بالحرف الواحد. الأستاذ يضيف ما قالته ماريا لأستاذها: قالت عمي حابة نفوت البيام وحابة نقرأ علوم ونولي طبيبة. وأضاف الأستاذ: بفضل الله والرجال وأخص بالذكر مدير التربية، استطاعت ماريا أن تجتاز امتحان شهادة البكالوريا، ولكن شاء المولى عز وجل أن ترحل عنا اليوم، وكانت قد علمتنا درس وهو الأمل في الحياة. فاللهم ارحم ماريا واجعلها ذخرا لوالديها.